صبحتي راحت شلون هسه؟ شغل ماكو، فلوس ماكو، صفحتي الجديدة بيها 500 مشترك، هاي شلون سالفة؟ شلون راح احل هذا الموضوع؟ راح اموت من الجوع، اكل ماكو، فلوس ماكو، زين شلون راح البس؟ زين شلون راح ادفع الضريبة؟ زين شلون راح ادفع الايجار بالصين؟ غير مشكلة، خلاص راحت حياتي انتهت. لا مو هذا الصحيح. السلام عليكم ورحمة الله. مو هذا الصحيح. راحت صفحتي والله نزلت كثير بالتعليقات، ياسر شو انت ما مهتم، حتى ما نزلت فيديو وكذا كذا. لا نزلت واحد فيديو خلاص موضوع نسيته. ليش واحد من السن عنده مشكله يبقى ينق براسه؟ اكو مرات واحد ينق على واحد ومرات واحد هو ينق براسه. هاي شلون هاي شلون؟ لا قول يا الله اصلا خلي فكره عندك جديده، توكل بالله. انا صارت عندي فكره جديده خلاص، فيسبوك راح، ابدي من الصفر، عندي التيك توك، عندي اليوتيوب، اخطط. وقعت بنقره خلاص اخطط شلون اطلع من هاي النقره، اخطط شلون اكمل مسيره حياتي، ما ابقى انا افكر بس بهذا الموضوع وها وجيب ودي وشلون تهكرت. خلاص فكرت راحت، شو اسوي لها؟ لازم شو اسواني؟ اشتغل على الحلول. صار عندك مشكله اشتغل على الحلول. اذا انت تبقى تفر بالمشكله هيجي وانت قاعد لا تتاذى تتمرض، يصير بيك ضعف بالقلب، يصير بيك سكر وضغط وكل شيء يصير بيك. مو انا ما اهتم، وانما ليش تهتم انت؟ اذا اهتميت واذا ما اهتميت ماكو فائده. لازم انت من الصر عندك مشكله رسل تفكر شلون اطلع من هاي المشكله. يعني مثلا انا بس اتكلم عن نفسي، شنو الخطط اللي سويتها؟ انا باليوم يوصلني 200 300 اوردر، اذا ماكو شغل يوصلني بال 50 اوردر خير من الله. وقف الفيسبوك، توقفت الاوردرات شي يومين ثلاث ايام، بعدين شو سويت انا؟ رسل اتخذت اجراء، سويت دخلت على التيك توك، سويت فيديوهات اقوى من السابق، دخلت على اليوتيوب، سويت حركه اقوى، ركزت الموظفين على الواتساب لان الزبائن القدامى يعرفون الواتساب، فرسل خططت اني خلاص شلون اصلح الموضوع؟ توقف الموضوع، الاوردرات يمكن يوم او ثلاث ايام، اليوم الرابع خلاص رجعت الحركه طبيعيه، عادي يعني شو اسوي؟ خمان اظل والله الفيس راح انا قاعد اسكت، وحتى لو ما عندي يوتيوب ما عندي اي شيء، حتى لو الفيس راح شو اسوي؟ لازم اسوي جهد، اسوي عمل، عرفت شلون؟ يعني انا هسه انشر اليوم مسوي بث مباشر اني 5 اشخاص مشاهدين، 5 على الفيسبوك، عرفت شلون؟ 500 متابع عندي، 5 اشخاص على الفيسبوك الجديد بعد ما تهكر ذاك. يعني يمكن انا بيني وبين نفسي اقول هسه المن جاي انزل فيديو واتعب وهاي خبر راح اشتغل على التيك توك وعلى اليوتيوب وهاي. لا عادي، هي الشغله ماكو رسن انت تطق، هي شويه شويه. انشر اليوم فيديو ب 5 10 100 مثل ما بديت انا اول مره ما بديت ولا عندي زين. هسه عندي اسم الحمد لله وشكر ومنصات وكذا، كان كل شيء ما عندي. بغيت اشتغل يمكن اكثر من سنه، اول فتره، اول كم شهر حصلت لي كم زبون، بس يعني الحقيقه انه انا بغيت اشتغل فتره كلش طويله، انشر والناس تضحك علي اصلا كانت، لان 2011 2012 2013 هاي بدايه السنوات بدت بيها، ما كانت البزنس اونلاين يعني بالانترنت السوشيال ميديا ما كان بيع هواي وكذا، فمن اشتغلت والله كانوا يضحكون علي، يشوفوني بالشارع، حتى العراقيين يشوفوني يقول لك بحال بطران يومي رايح للسوق يصور يرفع وهاي. بس انا وصلت الحمد لله والشكر. فهاي نصيحه لي والكم، من تصير عندك مشكله او خسرت فلوس او اي مشكله تصير عائليه كذا كذا اي مشكله، انت اخرج شويه ارجع لي ورا وفكر كانما هاي مشكله وانت هنا وباوع عن مشكله شلون تحلها. مال انت تبقى بداخلها تفتر 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 لين اخر تقول اي يابا ضاع من عمري والله 5 سنوات كل شيء ما سويت، ضاع من عمري سنه كل شيء ما سويت. حتى لو ساعه حرامات حرامات تضيع ساعه من عمرك. تحياتي لكم. شفت البداية شلون حلوة؟